الفصائل الفلسطينية رشقة جديدة خرجت من شمال القطاع، ويبدو أيضا أنها نحو أسلوب هذه الرشقة الصاروخية التي خرجت. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل تتحدث من أن الصواريخ التي استهدفت أسلوب قبل قليل هي كانت خلال وجود زيارة لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني جنت، كان تواجد في المنطقة وهرب إلى مكان مخصص. هذه الرشقة الصاروخية التي خرجت الآن هي أيضا نحو أسدود. هناك ثلاث إصابات في صفوف الإسرائيليين نتيجة الصواريخ الفلسطينية التي وصلت نحو أسدود. يعني قبل قليل في الرشقة يعني قبل قليل خرج أكثر من 60 صاروخ في رشقة واحدة من قطاع غزة، من مناطق متفرقة من القطاع خرجت دفعة دفعة معا، وكان واضح جدا أن هذه الصواريخ هي كانت طويلة المدى وقد وصلت إلى أسدود. الآن رشقة صاروخية جديدة تخرج في هذه اللحظات أيضا من شمال قطاع، صاروخين خرجا في هذه اللحظة من شمال القطاع. الفصائل الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام وصفت أن هذه الرشقات التي تخرج الآن من القطاع هي الرشقات الأكبر، وهي رشقات مكثفة ومداها يعني مدى طويل، وقالت إنها جاءت ردا على استهداف بيوت المدنيين الآمنين العزل، وردا أيضا على استهداف رجال الفصائل الفلسطينية أو رجال المقاومة الفلسطينية، حيث كانت أعلنت حركة حماس عن فقدانها عدد من نشطائها خلال قصف إسرائيلي. يبدو أنهم كانوا بداخل نفق، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نفقين على الحدود الشرقية لقطاع غزة بجانب السياج الأمني، وأن طيرانه استهدف منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة أكثر من 130 هدفا من جنوب القطاع حتى إنهاء. الجيش الإسرائيلي يقول أن طبيعة الأهداف التي قصفت هي عبارة عن مواقع قتالية للفصائل، مواقع لتخزين الأسلحة، مواقع لتصنيع الصواريخ، أنفاق لحركة حماس، وهي جاءت ردا على إطلاق أكثر من 200 صاروخ منذ يوم أمس وحتى اللحظة من قبل الفصائل. لكن هناك أهداف أخرى الجيش الإسرائيلي لم يعمل على ذكرها في بيانه. فعليا النقاط الأكبر والأهداف الأكبر التي قصفت هي أهداف مدنية، منشآت مدنية، بيوت. تم قصف أحد البيوت في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، وأدى إلى استشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة. وكما رأينا أنه تم استهداف قبل قليل أيضا ظهر هذا اليوم شقة سكنية هنا في حي الرمال وسط مدينة غزة، أيضا أدى هذا القصف إلى استشهاد 3 أشخاص كانوا متواجدين داخل الشقة، وأدت إلى 9 إصابات أيضا في صفوف المدنيين الفلسطينيين في المنطقة المجاورة لمنطقة القصف. طيب نيفين، نتابع معك هذا الخبر العاجل الذي يفيد بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة مدنية في حي الشجاعية شرق قطاع غزة، لو تتوفر لديك معلومات عن هذا الخبر. نعم، يعني قبل قليل قام الطيران الإسرائيلي باستهداف سيارة في حي الشجاعية شرق قطاع غزة. الأنباء الأولية كانت تتحدث عن وجود شهيد جراء هذا القصف وخمسة إصابات، لكن حتى اللحظة وزارة الصحة لم تعلن عن عدد الشهداء، لكن حسب يعني شهود العيان في المنطقة أنه نتج عن قصف هذه السيارة شهيد وخمسة إصابات، وننتظر الإعلان الرسمي من وزارة الصحة. في هذه اللحظات أيضا رشقة صاروخية جديدة من قبل الفصائل وقصف إسرائيلي آخر، ويبدو أن هذا القصف الآن هو ردا على الصواريخ التي خرجت قبل قليل من قطاع غزة، ويبدو أن القصف استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة. لا نعرف طبيعة الهدف الذي تم استهدافه، ننتظر المعلومات التي سوف ترد لدينا. وبالتالي هذه الآن يعني بين الفعل ورد
الفعل تستمر حالة التصعيد الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي. الآن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن وجود 5 إصابات أو ارتفاع عدد الإصابات إلى 5 جراء الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة عسقلان وأسدود. وزارة الصحة الفلسطينية أيضا تقول أن عدد الشهداء في هذه اللحظة ارتفع إلى 26 شهيدا، من بينهم 9 أطفال وامرأة، وأكثر من 120 إصابة بجراح مختلفة.